السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد فضية اللاعب محمد خليل جندوبي في وزن 58 كيلو جرام من مسابقات التايكوندو، نجح اللاعب التونسي الرائع أحمد أيوبي حفناوي في تحقيق ذهبية السباحة في مسابقة 400 متر حرة في أولمبياد طوكيو 2020 بعد تحقيقه زمن قياسي بالنسبة له بقدر 3 دقائق و43 ثانية و36 جزء من الثانية، وذلك قبل السباح الأسترالي الذي حقق 3 دقائق و43 ثانية و52 من 100 جزءا، والسباح الأمريكي 3 دقائق 43 ثانية و94 من 100 جزءا. بهذه النتيجة عززت تونس من مكانتها في جدول ميداليات طوكيو 2020 إلى المركز الثالث مناصفة مع اليابان وإيطاليا اللتان حققتا نفس الرصيد من الميداليات بمواقع ميدالية ذهبية وأخرى فضية. كل التوفيق والتحية للسباح التونسي أحمد أيوبي حفناوي على ذلك الإنجاز العظيم الذي حققه، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك وشير لمتابعة الأحداث الهامة في أولمبياد طوكيو 2020 الصيفية من هذا الموسم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.